السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، حيا الله الجميع. راح إن شاء الله أقطف بعض الثمار الموجودة، لكن خلونا نتكلم عن الموجود هنا. هنا أثار عليه اصفرار، وهنا عليه أثار بعض الشيء اصفرار، وهنا عليه بعض الشيء اصفرار. هذه إيش علامات؟ طبعا أنا معطيها الأملاح الكاملة، لكن ظاهر عليه اصفرار، معناته ان الجهاز التي دي اس يحتاج الى ضبط، يحتاج الى ضبط. طيب ممكن المحترف يقول ما يحتاج الى اضبطه خلاص، اذا بان عندك ظهر عندك نقص في الاملاح، يعني دائما يصير من 200 الى 300 الفرق، خلاص اذا كان مثلا حاطنا 1500 ولا اعطان الماده الخضريه او الكروفيل، اذا ما اعطتني اياها كامله خضراء كامله مثل هذه، خلاص انا محتاج مثلا 200 الى 300 اني ارفعه. لما ارفعه 200 300 عن الاملاح الموجوده الان هنا، يعني نفترض ان 1500 اذا خلت 1800 خلاص تبدا هذه تتحول الى اللون الاخضر الداكن بدون ما اسوي برمجه بدون ما اسوي معايره للجهاز. خلونا ننتقل الحين للقطاف. ما شاء الله هذا اول انتاج، هذا اول انتاج للخيار. هذا النوع سجرين ذا او تيلس، هذا تيلس شركه تيلس، اذا ما صار عندنا حند لخبطه، احنا بدينا ننقل الشتلات من مكان لمكان فصار عندنا لخبطه، لكن ما شاء الله تبارك الله الانتاج جدا جميل وطيب. هذا اول انتاج للخيار. هذه ما شاء الله ما زلنا ناخذ من شتله واحده، كذلك هذا قطفته قبل قليل من نفس الشتلة هذه. هذه الشتلة الثانية ما شاء الله. هذه لسه باقي لها. طبعا الخيار هذه اللي مستوياته واضح، هذه جاية بالطريق ان شاء الله. عندنا هنا هذا خيار الطويل، هذا الفاصوليا، الفاصوليا طبعا فيه فاصوليا واللوبة فيه ثمار، لكن مع الجهة الأخرى هذه موجودة بس يمكن تحتاج إلى حجم أكبر شوي. هنا التين، تين كل يومين ثلاثة أيام تنفتح ولا تخرب وهي داخل الثمرة. شوف هذه فسدت وهي داخل الشجرة. هنا الفلفل الرومي الأصفر، وهنا هذا شبيه شكيرة، هذا جميل جدا، هذا ما شاء الله جميل، واللب حقه ما شاء الله سميك جدا، هذا ما شاء الله. يعني يحتاج الى مقص ما شاء الله، عيت تحتاج الى مقص. هنا في التوت، هنا ما شاء الله تبارك الله في البامية، التوت خرب وهو داخل الشتلات داخل الاشجار ما شاء الله. شوف العدد هنا كله خربان. هذا الكوسة، الكوسة هذه أول ثمرة سويت له تلقيح قبل ساعة ونص أو ساعتين، سويت له تلقيح ما شاء الله تبارك الله، يعني أسوي عملية تربيط. هذا الفراولة طبعا هذه تزهير، هذه من علامات زيادة الأملاح، فقللت الأملاح. شوف هذه طلعت بدون احتراقات. هذا الفراولة، الفراولة طبعا أنا بسوي له فيديو طريقة الشراء وطريقة تركيبه داخل الأنظمة. هناك البرتقال الملكي، هنا اليوسفند البيبي ما شاء الله تبارك الله، يعني ما شاء الله هذا تاكله بقشوره
فيه ما شاء الله الريحة. هنا البرتقال البصرة، برتقال العادي، الليمون، يوسف اندي، طبعا يوسف اندي هذا ما بعد اكتملت، وهذا الطماطم منطلق ان شاء الله. طبعا الطماطم انا خلت كل شتلة في دشت بكت واحدة، يعني غير السنوات الماضية. هنا في شتلات اذا تشوفونها، هذه شتلة فراولة جت بذوره وزرعتها، ما ادري تنجح ولا ما تنجح. وفي واحدة هنا بالداخل موجودة، والباقي كله نقلته الى الانظمة. هذا ان شاء الله بكرة راح ازرعه ان شاء الله. طبعا كل يوم اقول بزرعه وكله كسل بكسل. هذه الباشن فروت، هذه البامية، طبعا اجيب له مقص وقصها. اللي كانت هنا نجد قصيتها، هذا مكانه قصيتها. هذا الجوري، الورد الجوري. هنا طبعا خل ادور واعلمكم عن كل شيء. هذا فلفل شقراء، زهرة وبروكلي، وهذا فجل هذا طلع برا شكله، ما ادري ضرب في الارض، ما ادري اشيلها جاهزه ولا اخليها. هذه اعتقد ان بذرة بفتة وطلعت، هذه زهرة ولا بروكلي، هذه كلها جزر. هذه ما شاء الله تبارك الله كلها ثمار، هذه كلها ما شاء الله تبارك الله. خروح اشرح لكم اياها. هنا هذه اذا تذكرون، هذه اللي جذرتها فيها سفنج اللي كانت هناك، جبتها وغرستها هنا. هذه خيار، وفيها الطماطم اللي جذرتها، الطماطم زرعتها هنا في الخلف، هنا زرعتها. هذه هذا اللوبا، الفاصوليا، هذا الخيار. هنا كوسة، هذا كوسة أنواع، كوسة الصفراء، كوسة الدائرية، كوسة العادية، وما شاء الله منطلقة. هذا الكوسات كلها تبي تعليق، لازم يعلق. هذا باذنجان، ما أدري في باذنجان عملاق، في باذنجان برتقالي، لا فلفل برتقالي، باذنجان ما أدري وش الثاني. هذه فلفل وهذه فلفل، ما شاء الله تبارك الله. هذه تزهير بلاك بيري، وهذه ثمار. طبعا خل أوريكم هذه ما شاء الله البامية، بسم الله ما شاء الله. طبعا في بامية كثير، بامية لكن تحتاج إلى مقص. هذا فلفل اعتقد انه الاحمر، هذا اعتقد. خل اوريكم حاجة عجيب، لكن هي اول سنة فلذلك شوف ما شاء الله حجم، لكن توي لحين ما بعد استوى. طبعا هي شتلة صغيرة فلذلك عطت ثمار صغيرة، وهذا اول انتاج لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.